الثالثة عشرة تتأثر جدا من المغناطيس الذي يعيق اتصالاتنا. لقد وجدنا أن مؤسسة تشيبان على الأرض تطور. هذا هو جهاز تركيز المغناطيسية. باستعمالنا إياه يمكننا توجيه جميع مغناطيسية الفضاء مثل هذا. شبكة مغناطيسية. يمكننا تطبيع الفضاء بهذه وستحمينا من غزو الفيجا. دكتور، أتسمع بإنهاء ذلك بأسرع وقت؟ هناك أكثر من مشكلة أو اثنتين. أود التحدث مع الدكتور أمون لبحثها، لذا أعطني بعض الوقت رجاء. Thank you.
بخير؟ نعم أنا بخير. ما حال العربة الأم؟ علي أن أستسلم. أسف.
أفضل شبه نقبض عليه ولقد وضع في المقدمة. أيمكنك مساعدته بشكل ما؟ يجب أن أكون حاضرا في الهجوم. ليس أمامي الآن إلا حل واحد، وهو أن أقفز على جسم الصحن الحيواني وأقطع رأسه. ليس هناك طريقة أخرى لإنقاذ دكتور تشيبانا. ما أحتاجه الآن هو الشجاعة. هذا كل ما أحتاجه. الشجاعة الحقيقية تعني شيئا كهذا.